الله، ده جميل خالص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا هادي، النهارده اليوم حر قوي. انا كمان حران خالص وعطشان جدا. انا كمان عطشان وحران قوي قوي. طب انا عطشان خالص، عايز اشرب ميه. وانا كمان. طب بقول لك ايه، انا عندي فكره حلوه. ايه؟ تعالى نشتري كولدير ميه. نشرب منه وفي نفس الوقت نحطه في الشارع عشان اي حد عطشان يشرب منه عادي. ماشي ماشي. عشان ايه الناس الحرانه والعطشانه دي؟ يلا فكره حلوه، يلا بسرعه نجيب. تا 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 تا. الله، ايه ده؟ إيه ده كولدير ميه بجد. بس الحته اللي فوق دي فاضيه كده. هنجيب كمان ازازه ميه. ايوه. تا 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 تا. إيه؟ انزل يا هادي من فوق الكولدير، عيب كده. الله، بص ازازه الميه مليانه ميه اهي. الله، وهنجيب كمان كوبايه جميله عشان الناس تشرب منها. ايه رايك؟ أوه. طبعا احنا لو عملنا كده الحنفيه مفيش ميه. ليه؟ عشان ما حطيناش الكوبايه. كوبايه ايه؟ الازازه. هنحط الكوبايه دي هنا كده يعني؟ هنحطها هنا وبعدين هنعمل كده، مفيش ميه برضو. لازم الميه تنزل من فوق من هنا، صح؟ طب احنا عشان ننزل الميه في الكولدير نعمل ايه؟ هنركب الازازه في الكولدير. ازاي بقى؟ لو جينا نقلبها كده هتتوقع ميه، صح؟ تعالى نحط الكولدير الاول كده اهو. استنى وبعدين نلفه كده، ولا هو متلفش باين؟ استني، يلا ارفع الازازه معايا. ساعديني. حاضر. امسك الكولدير كده. حاضر. ثانيه واحده يا ماما. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص اهو الحمد لله كده، خلاص ركب. ايه رايك بقى كده؟ الكولدير ركب والازازه ركبت فيه. الله، بصي الميه فيه اهي. يلا بقى، انا عطشانه قوي. انت عطشانه وانا كمان عطشان، وفادي وهادي عطشانين لان الجو حر جدا. تعالى يا فادي وهادي هنا، تعالوا. حاضر. تعالى اقعد هنا يا هادي عشان تشرب. يلا، وفادي كمان مش هيشرب، هاتيه هنا. انا هستنى كمان. انت كمان اشرب انت الاول. كلنا نشرب. ماشي. طيب استنى هنعمل كده، يلا، وبعدين نجيب الكوبايه. طبعا هنا دي مصفى كده عشان تتملى ميه. لما بتتملى ميه بنفضيها في حاجة، يعني المية لما بتقع مننا واحنا بنملى الكوباية ممكن تخش في المصفى دي، ممكن نفضيها كل فترة يعني. ماشي، يلا تعالي نحط الكوباية. طبعا الكوباية نظيفة ومغسولة. ممكن اعملها؟ ممكن، يلا. ها، بس انا عايز اوري اصحابنا. ثواني كده، هاتي ايديك، اعملي بايديك التانية كده عشان اصحابنا يشوفهم. ماشي، يلا. بتنزل مية بجد. الله، كفاية كفاية عشان ما توقعش. يلا اتفضلي قولي بسم الله الرحمن الرحيم. الله، وانا كمان عطشان يا اصحابي. ميه جميلة ونظيفة. طب يلا صبي لي ميه انا كمان. حاضر. يلا، شاطرة. كفاية، بسم الله الرحمن الرحيم. الله، انا عطشان كمان. هاتيه كمان، هاتيه كمان. انا بدر عطشانه بس. خلص انت الاول. طيب يلا، ليه مليها شويه، مليها شويه كمان 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 كمان، بس كفايه كفايه. يلا، بس شايفين الميه يا اصحاب الكوبايه فيها ميه جميله. وري لهم بقى عشان يصدقوا اللي هي ميه. فديت انا شربتها فدي. خلاص انا بقى هشرب اخر مره، وشربي انت بقى عشان لسه عطشان. لما بنشرب الميه، الميه حلوه بتبقى كويسه لجسمنا. واصحابي لو احنا ما عندناش عايزين نفضي في دي. لا خلاص، فضي في دي نعمل ايه؟ نفضي ليه اصلا؟ لا، هي لما الميه تقع مننا غصب عننا بتقع في دي، انما احنا ما بنفضيش فيها. يلا اشربي انت، يلا عشان فادي وهادي عطشانيه. كمان شويه، امليها شويه، انت خايفه توقع ولا ايه؟ بس خلاص، يلا يلا قولي بسم الله. بسم الله. يلا عشان فادي وهادي عطشانين. يا ترى مين اصحابنا اللي بالالعاب بتوع مدينه الالعاب اللي عايزين نشربهم؟ هنشوف. يلا بس نفضي، نشرب هادي وفادي. كفايه كفايه. اتفضل يا هادي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه كفايه. يلا، ها، وكمان يلا نشرب هادي فادي. يلا كفايه. ها، اتفضل يا فادي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، بعد كده بقى ايه؟ هنحط الكولدير ده في الشارع عشان اصحابنا اللي هم الالعاب يعني يشربوا منه.
الله، ايه ده؟ شفتي؟ ايوه ده فادي وهادي حطوا الكولدير في الشارع عشان الناس تشرب منه. ايوه عشان الناس بتبقى حرانه وكده وعطشانين خالص. او طبعا هم روحوا بقى وخلاص وسابوا الكولدير في الشارع عشان اي حد عايز يشرب. الله، ده شكله حلو قوي. ايوه. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ ازيك يا ماريو، اخبارك ايه؟ ازيك يا ماريو، عامل ايه؟ انا الحمد لله، انا عطشان خالص مش عارف اشرب منين. ايه ده؟ ده في كولدير ميه جميل اهو. مين اللي جاب الكولدير ده لمدينه الالعاب؟ انا. انت مين؟ انا سيمبا. شكرا يا سيمبا، شكرا على الكولدير الجميل ده. العفو، اتفضل اشرب. حاضر حاضر، ده جميل قوي. انا هشغل افتح الميه كده واملى كوبايه عشان انا عطشان خالص. الله، ده جميل خالص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ده تصدقي بق ماريو على قد الكوبايه بالظبط. ده شكله حلو قوي. الله، ده جميل خالص. انا ما بقتش عطشان خلاص. يلا انا همشي، مع السلامه. يا ترى مين تاني هيجي يشرب؟ ايه ده؟ ازيكم يا اصحابي. ازيك يا ميني، عامله ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ انا كويسه، انا كنت بتمشى كده انا مش لاقي ميه. بصي يا ميني، بصي وراكي كده. ده كرتين ميه هناك في الشارع ادم، لما اروح اشرب منه انا عطشان قوي والجو حار. ثانيه اشغله لك. الله، ده ميه جميله. كفايه. اتفضلي قولي بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي المية جميلة ازاي؟ المية بتفيد جسمنا، لازم نشرب مية كتير عشان نبقى كويسين. ماشي ماشي، حاضر حاضر. يلا باي 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 باي. انت اسمك ايه؟ انا ميني. باي. باي يا ميني، مع السلامة. ميني مع السلامة يا اصحابي. ازيكم يا اصحابي. ايه ده؟ ازيك صلاح. ازيك يا محمد يا صلاح، انا بحبك خالص. وانا كمان بحبك. انا بحب اتفرج على كل ماتشاتك. انا كنت بتمشى مش لاقي مية خالص والجو. بص، في كولدير سيمبا جابته هنا، ده جميل قوي، بيجيب ميه جميله قوي. استنى ما اشغله لك. يلا اتفضل قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الميه طعمها جميل طبعا، وانت مبسوط منها خالص صح؟ طب يلا، انت هتشرب حاجه؟ عايز تشرب كمان؟ لا لا لا. طب مع السلامه يا محمد يا صلاح. باي. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا في مدينه الالعاب اهو، بس انا عطشان خالص. يا انا كنت بجري بتمرن بلعب رياضه، بس عرقت خالص والميه اللي في جسمي كلها طلعت في العرق، بس انا عطشان. اعمل ايه؟ انا عطشان خالص، انا لازم اروح اجيب ميه بسرعه. ايه ده؟ الله، ده في كولدير ميه جميله اهو، انا هروح اشرب منه. يا اللي هنا، يا ناس يا اللي هنا. نعم نعم. إيه، مين بتاع مين الكولدير ده؟ ده بتاعنا احنا. انا سيمبا حطيته في الشارع عشان اللي عايز يشرب اتفضل إيه؟ يعني اشرب عادي؟ اشرب. طب شكرا. استنى يا زيكو هجيب لك ميه. الله، يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله، زيكو وقع. استنى استنى يا زيكو، يلا اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اشربه وما ده كأن زيكو اللي شرب يعني. هو زيكو اصلا بيشرب كتير كده وكده. عايز كمان يا زيكو؟ طب استنى هجيب لك ميه كمان نملى له الكوبايه. يلا مبسوط؟ يلا اشرب بسم الله. انا مبسوط خالص ان الناس بتشرب ميه كتير عشان الميه مفيده لجسمهم. ايوه ايوه. يلا يا زيكو، انت هتمشي دلوقتي؟ باي باي. طب يلا بقى. ازيك؟ ازيك يا مستر بيل، انا مبسوط خالص ان انا شفتك، انت وحشتيني خالص. كمان يا زيكو، انت وحشتيني قوي قوي. انا مشفتش من زمان. وانا كمان. ده انا عطشان قوي، ده انا كنت في الجيم وعطشان جدا. انت كمان كنت في الجيم؟ طب بص بقول لك إيه؟ الكولدير ده فيه ميه جميله قوي ومفيده جدا. يعني ينفع اشرب؟ اشرب منه عادي. الله، هتعجبك خالص. كفايه كفايه كفايه. يلا اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الله، شفت بقى الميه طعمها جميل ازاي؟ ده جميله خالص مش كده؟ طب يلا انا همشي انا بقى. ده وقع هو كمان، هو الناس بتقع عليه. يلا باي. وانت كمان هتمشي؟ لا، هتقعد شويه. هتشرب كمان؟ طب انا باي انا بقى. ماشي يلا.
الله ده الميه جميله قوي، اتفضل. الله ده مستر بين بيحب يشرب ميه كتير هو كمان، وانتوا كمان يا اصحابنا لازم تشربوا ميه كتير، لان الميه مفيده لجسمنا وبتطلع لو في جسمنا فيه سموم او حاجات وحشه بتطلعه من جسمنا، وجسمنا يبقى نظيف وجميل، ويبقى ونستفيد من الميه دي طبعا، صح؟ اه. دلوقتي اصحاب سيمبا كلهم لازم يشربوا ميه، ماشي؟ شفتي بقى الكولدير اللي فادي وهادي حطوه في الشارع شرب كام واحد؟ وانا كمان شربت وانتي شربتي وفادي شرب وهادي شرب، وناس كتيره ممكن تشرب منه. يعني احنا بنعمل دي حاجه اسمها خير، بنعمل الخير عشان الناس تستفيد منه كلها، ماشي؟ عشان احنا كمان ممكن نستفيد من الخير ده والناس كلها تستفيد منه، ماشي؟ فهمتي؟ وناخد حسنات. اه وناخد حسنات عشان احنا بنعمل خير، ربنا بيدينا حسنات وندخل الجنه. وندخل الجنه طبعا عشان احنا بنعمل الخير. ايوه. ماشي؟ يلا دلوقتي بقى يا اصحابي هنقول لكم على السلامه. بس هنسيبكم. قبل ما نقول باي نعمل لايك تحت الفيديو. اهلا 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 اهلا، ما تنسوش يا اصحابي تعملوا كلكم لايك لايك لايك. ايوه ايوه يا اصحابي. ده مين بتعمل لايك هي كمان؟ كل اصحابي دول بيعملوا لنا لايك. يلا مع السلامه. ما تنسوش بكره يا اصحابي في فيديو جميل قوي قوي قوي، حلو جدا. هقول لكم عليه. لا 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 ما تقوليش يا ميني ما تقوليش. يلا باي مع السلامه. مع السلامه باي. ماريو مستر بين قصدي مستر. اه استنى هيقع. مستر بين بيقول لكم باي.